GFX Academy. عايز اتكلم عن امكانيات التكست لي اوت فريم ورك بالنسبه للويب سايتس اكتر من كده. ممكن توفر على نفسك الوقت بطريقه جميله جدا اتعملت جديد في خاصيه التي ال اف. عايز اعمل تكست، اكتب تكست كتير، انا هاخده من هنا كوبي، خدته من هنا كوبي واروح جاي اعمل حاجه زي كده. ده وسع لي قوي الموضوع. ليه؟ لانك انت ما عملتش التكست فيلد، ارسمه عشان يلتزم بالويدث بتاعه. اوكي، يبقى اعمله كده. ده تكتيك شغل برضو داخل الويب سايت، وتروح جاي انت طبعا مظبط اخر اعدادات انت مظبطها فهو موجود. احنا كنا عملنا مسافة اولية وكنا ظبطنا المارجن والكلام ده كله، فبروح جاي عامل كنترول في واروح جاي دايس انتر كنترول في تاني، دايس انتر كنترول في تاني. انا عملت كده ايه شوية حاجات كتير، يعني دلوقتي بقى عندي شوية تكست بس كتير مش باينين. لو انا فردت كده بيبان بقى عندي الكلام ده كله. جميل. طول ما انا عامل كده وفي تكست مش باين، طول ما في مربع احمر بتقسم اربعة ارباع بالشكل ده، اول ما اشوف العلامة دي يبقى في تكست تحت مش باين. طيب انا هعمل ايه دلوقتي بالعلامة دي او المربع ده؟ اضغط عليه. اوكي، هتلاقي فيه حصل لك ظهر لك علامة حبل، اضغط هنا يبقى خد لي نفس الاعدادات بتاعه التكست فيلد بتاعي بالظبط طول وعرض وعملها لي هنا، وكمل لي اللي مش باين لغايه لما خلص التكست فيلد بتاعي. ببص كده لقيت لسه فيه، ده لسه فيه كلام، اروح دايس هنا تاني. اوكي، اختار السليكشن تول من في او من فوق، وبعدين اضغط هنا تاني وروح جاي هنا واضغط ضغطه كمان، يبقى هو كمل لك. تخيل لسه فيه برضو، احنا خدنا حاجات كتير وعملناها. ممكن بره الاستيج خالص تكمل، مفيش اي مشكله. اوكي، طيب اختار السليكشن تول، لقيت نفسي عملت حاجه زي كده. جميل، جيت انا لقيت مربع في الاخر كده ابيض، تعالى وضغطت عليه ضغطه. اوكي، وجيت دوست بره، هلاقي نفسي عمل لي تكست فيلد تاني وهكذا. ضغطت هنا اكشن تول، ضغطت هنا، عملت هنا، لقيت تكست فيلد تاني وكله موصل ببعضه. اقول لك ده تكملت ده، تكملت ده، تكملت ده. اوكي، يبقى انا فهمت دلوقتي ايه الموضوع. عندي علامة هنا او علامة سهم هنا وسهم هنا. شوف هنا الاسهم دي معناها ايه. طب الكليك على السهم ده بيفصل لي، بيروح جاي مرجع لي الدنيا. لو ما كانش في حاجة بيفصل لي ده عن ده، هتفهم دلوقتي اكتر. تعالى دبل كليك هنا، فصل لي ده عن ده، يعني ممكن امسحه وما يأثرش على اللي هو الايه الام بتاعه. دبل كليك، ايه اللي حصل؟ فصل لي ده عن ده وفضلي ده خالص ورجع لي العلامة دي، يعني شال الحبة اللي هنا اللي كانوا موجودين الزيادة ورجعهم تاني للأم بتاعته أو البير أو البيرنت بتاعه. ده البيرنت الأب وده تشايلد اللي هو الابن. أوكي، وكمان كده دلوقتي ممكن لو مسحت كده خلاص. تخيل بقى أنا لو مسحت، لو في العلاقة دي موجودة هي الشرط دي التوصيلات دي، وجيت مسحت واحد. طب لو جيت مسحت كده هبص الاقي ايه اللي حصل. تعالى كده، ده مسحهولي خالص وفي برضو. طب انا ارجع ازاي؟ ارجع بالطريقه دي، اروح جاي عامل كده، الطريقه دي اروح جاي عامل كده، اروح جاي شايل ده خالص. اوكي، انا مش عايزه خلاص، اروح جاي دبل كليك فاصل ده عن ده. اوكي، ضغطت بس برضو بره بالغلط فعمل لي تكست فيلد تاني، فانا خدت الاتنين ودلته. يبقى انا كده عندي ايه التكست فيلد بتاعي وعملت
الموضوعات بتاعتي في لمحة من غير ما أدني أنسق وأعمل الكلام ده كله. عايز أساوي بينهم بروح جاي من الألاينمنت، بروح قايل لتحت مثلا، بروح جاي مساوي بينهم مسافات بينية. بقول له اوكي تقريبا في هنا دي مش في النص، اساوي بينها وبين الصورة، افتح اللير بتاعت الصور دبل كليك كده عشان اخد الصورة بالبوردر بتاعها، واخد ده اقول له ساوي لي الاتنين ببعض. لا يبقى افقي مش رأسي، يبقى دي في نص دي بالظبط، دبل كليك اروح جاي هنا بشيفت طبعا بختار عشان اختار الاثنين، واروح جاي افقي دبل كليك واضغط شيفت واروح دايس هنا واروح قايل له اديني افقي كده بالشكل ده، اروح جاي ده وده وده مخليهم على سوا بعض على الجزء الاسفل. يبقى انا كده بالظبط الويب سايت بتاعي ما فيهوش غلطة، عملت المقاسات بطريقة جميلة واحترافية. ده كان بالنسبة للأعدادي.